عن أي شيء حتى يحدثه هو عنه. فركب الاثنان في سفينة دون أجرة، فقام الخضر بثقبها ونزع لوحا منها. فغضب موسى وقال له: حملون بغير أجرة، فلما تحاول إغراق السفينة؟ فرد عليه الخضر: أنك لن تستطيع معي صبرا. فقال موسى: لا تواخذني بما نسي، ولا ترهقني من أمر عسرا. وبينما هما يمشيان على الشاطئ، رأى الخضر فتى يلعب مع بعض الفتيان، فقتله الخضر واطلع رأسه بيده. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. فقال الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم وصل لقرية كان أهلها كريهين لا يطعمون ضيوفهم، فمر الخضر على جدار مائل على وشك الانهيار، فأقامه وأصلحه. فقال له موسى: قوما أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، فلو شئت لاتخذت عليه أجرا. فغضب الخضر وقال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فالسفينة كانت لمساكين يعملون في الحرب، فأراد الخضر أن يعينها، لأنه كان وراءهم ملكا يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فرأى الخضر المستقبل حينما عرف أن والديه صالحين، وسيرهقهم الفتى طغيانا وكفرا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمان، وتحته كنز تركه والدهم الصالح، وإن انهار الجدار سيسرق أهل القرية الكنز. فأقام الخضر الجدار حتى يكبر ويستخرج كنز أبيهم بأنفسهم. هل الخضر حي حتى وقتنا هذا؟ كثرت بعضها الأقاويل حوله أنهما يزال على قيد الحياة، ولكن غالب العلماء يتفقون على عدم حقيقة هذه الادعاءات بالرغم من قلة المعلومات المؤكدة حول الخضر. الخضر وسيدنا آدم. تقول هذه الادعاءات أن سيدنا آدم علم بأمر وقوع طوفان سيدنا نوح قبل مئات السنوات، وأوصاهم أن يحملوا جسده معهم في سفينة نوح، ومن ثم يدفنوه في مكان حدده لهم، ودعا لمن يقوم بدفنه بطيلة العمر. فحينما قام الطوفان وحملوا جسد سيدنا آدم ليدفنوه، هاب الجميع المسير إلى المكان الذي حدده آدم عليه السلام، وانصرف الجميع تاركين شخصا وحيدا من أمة نوح، وهو الخضر عليه السلام. فتحققت دعوة آدم ورزقه الله بطول العمر. الخضر وذي القرنين. نزلت سورة الكهف حينما طلب اليهود دليلا من سيدنا محمد على نبوته، فطلبوا منه أن يخبرهم بقصة ذي القرنين. وذكرت أيضا قصة الخضر عليه السلام في سورة الكهف، ولكن بشكل منفصل. وبسبب هذا اعتقد البعض أن الخضر كان في عصر ذي القرنين، بل أنه من قاد جيوش ذي القرنين للسيطرة على العالم ونشر دعوة التوحيد. ويقول البعض أن الخضر وجد ماء الحياة أثناء فتحهم لأحد البلدان، فشرب منه وبقي خالدا في الحياة، يعيش بيننا دون أن نعرفه. لكن هذه الروايات جميعها لا تصح كما قال أهل العلم. الخضر في المسيحية واليهودية. يسموه المسيحيون بالقديس مارغريكس، وأنه ظهر في بيروت لينقذ أحد الفتيات من تنين شرير، وأنه قتل في أبريل عام 303 ميلاديا بعد اعتناقه المسيحية، أي قبل ظهور الإسلام. وأما في اليهودية تتشابه القصة مع القصة الإسلامية كثيرا، ولكن بين الحاخام يشوع بن لاوي والعبد الصالح إلياس. وبالرغم من ذكر الخضر عليه السلام في كل الأديان بأشكال عدة، فما زالت تحوم حوله الأساطير. كيف أتاه الله كل هذا العلم لدرجة أن يتعلم منه سيدنا موسى كليم الله؟ وهل هو حي مثل ما يدعي البعض؟ وهل هو نبي من أنبياء الله أم عبد صالح أم ملاك؟